هنعرف أكثر عن الطريقة الصحية لتناول اللحوم الحمراء من دكتور مروة شعير استشاري التغذية. دكتور مروة صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح النور على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين، كل سنة وكل الأمة الإسلامية بكل خير ويوم مبارك. يا رب. بشكرك يا دكتور مروة، وطبعا عايزين نعرف من حضرتك مين ما يأكلش اللحمة الحمراء ومين يأكلها ولو أكلها يتناولها بأنهي كمية يعني؟ اوكي، اللحوم الحمراء الافراط فيها في العيد هيكون خطر على بعض الفئات المرضيه، وهما طبعا عندنا مرضى الفشل الكلوي او التهاب الكلى او اختلال وظائف الكلى، دول هياخدوا طبعا اللحوم بحذر شديد جدا، وممكن كمان بعض الفئات هتكون ممنوعه كمان من تناولها. الناس اللي هياكلوها برضو بحذر، في عندنا مرضى الفشل الكبدي، دول برضو في بعض الفئات منهم الدكتور هيحدد لهم على حسب نسبة البروتين اللي بياكلوها، ده اللي هيقدر يتحكم هل هم هياكلوا لحمة او مش هياكلوها. فياريت الناس اللي ممنوعة اوريدي منها ما ياكلوهاش. طيب في ايه كمان اللي هم الناس اللي عندهم النقص الافراط فيها في التناول اللحوم ده؟ هم هيحسوا طبعا بألم مباشر في المفاصل، ممكن هتلاقيها بالليل او تاني يوم هنلاقي المشاكل دي عندهم. الناس اللي عندهم ارتفاع في مستوى الكوليسترول الدم، الافراط في تداول اللي هي اللحوم العاليه في الدهون او بوجه عام طوال الاربع ايام بتوع العيد، ده هيعمل تاثير سلبي جدا على صحتهم. طيب تداول اللحوم بصفه عامه، يعني احنا بنقول المقدمه اللي حضراتكم قلتوها مرتبطه بالاصابه بمرضى السكر من النوع الثاني او مرضى السرطان، ده بيكون على المدى الطويل. طيب الاشخاص الاصحاء ايه كميه اللحمه اللي هياكلوها وهياكلوها امتى؟ اولا عشان الناس بتفطر وتتغدى وبتتعشى لحمه في عيد الاضحى. غلط. بالنسبه للفطار احنا معدتنا مش مؤهله ابدا ان احنا ناكل بروتين زي اللحمه نتهضمه على الصبح كده مره واحده، فلازم يكون في بعض الصلاه، يعني قبل الصلاه مشروب خفيف بنصلي، بعدها افطار عادي جدا بوجبه خفيفه ما فيهاش بقوليات ما فيهاش بروتينات ثقيله، وبعدين هنيجي ناكل اللحمه الساعه 2 الظهر او حاجه او الساعه 3 بعد المغرب او بالليل، بنقول ما فيش اي تناول لاكلات عاليه في الدهن او لحوم او بقى حاجات زي كربوهيدرات ثقيله زي الناس تقعد تاكل رقاق وصواني حاجات كتير كده بالليل، فاحنا بنقول لحد المغرب، ويفضل بعد المغرب بنمتنع تماما عن الحاجات دي. بنقول للناس طبعا انت بتاكل لك قطعه حوالي 100 جرام 150 جرام بالكتير قوي. بنصح الناس برضو اثناء العيد ان مش كل الاربع ايام ياكلوا فيهم لحوم، يعني مثلا ممكن ان هم يجوا ينوعوا مثلا نوع من او يوم من ايام العيد ان هم يكون فيها مثلا دواجن مشويه او اي أو نوع سمك. من الدواجن او السمك طبعا يا ريت، بس ممكن الناس ما تحبوش قوي في الصيف يعني. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن ان يبتدوا مثلا ما تبقاش اللحمه بالطريقه الصريحه بتاعتها، يعني ممكن مثلا يدخلوها في انواع مع الخضروات مع اضافات تانية انها تبقى نوع من انواع الكفته مثلا، بحيث تكون نسبه اللحوم فيها اقل شويه. يعني مثلا ممكن نقول يومين في العيد يكون لحوم، ويومين تانيين نبتدي احنا نوعهم ما بين الدواجن او بالنوع من انواع الكفته اللي يكون داخل فيها كميه. بالظبط يا دكتور، احنا فعلا بنقول للناس مع حضرتك وبناكد على كلام حضرتك، يومين في العيد لحمه ويومين التانيين اي نوع اخر من الدواجن. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مروه شعير استشاري التغذيه.